الو، هو الاستاذ علاء وصل؟ اوكي شكرا. صباح الخير. صباح النور. أنا كنت لسه بسأل على حضرتك. خير؟ لا أبداً، أصل أنا كنت عايزة أطمن إيه الأخبار، أصل كنت قلقان على حضرتك قوي. وأنا كنت زعلان منك جداً. ليه؟ كان مفروض في درس موسيقى النهاردة أنا حدهولك، وأنتي ما سألتيش عليا خالص. على فكرة اللي بيحب الموسيقى أنا بحبه أكتر ما هو بيحب نفسه. بس أنا قلت يمكن الظروف مش مناسبة. في الفن كل الظروف مناسبة. في الظرف ده أنا حاسس إني في قمة الإبداع. الإبداع يولد من رحم الأحزان. أنا هستناك النهاردة عشان الدرس. ماشي. تحبي أفكرك؟ لا مش هنسى. عن إذنك. زعلان منك جدا على فكرة. كنت متخيل يعني انك هتسألي عليا، تحاولي تعرفي ايه اللي حصل، تسألي على لمار تطمني عليها او حتى تقفي جنبها. انا اسفة. شكلك متضايقة. لا بالعكس، ده انا كويسة جدا. لا انت مش كويسة خالص، شكلك عندك مشكلة كبيرة. ومش معقول يعني لا هتتصلي ولا تحاولي تعرفي اي اخبار الا اذا كان عندك مشكله كبيره قوي شغله بالك. انا فعلا عندي شويه حاجات في البيت كده مضايقاني قوي. ممكن اعرفها؟ مش ضروري تعرفها. لا لازم اعرفها. طب ممكن نتكلم وقت تاني؟ زي ما تحبي، بس انا حاسس كده ان احنا بنبعد عن بعض قوي، مع اني كنت متخيل عكس كده خالص. سمر اوعي تكوني لسه متضايقه مني عشان كنت بنتقدك زمان. لا لا والله ابدا، ده انا مش في دماغي خالص. طبعا اذنك. ايه مالك مش على بعضك ليه؟ عايز اعرف الزفت اللي اسمها ايتن بتتكلم فيه جوه. ايه غيرانه؟ غيرانه من ايه يا هبله؟ اللي جوه دي مش سهله ولازم تعمل لها الف حساب. سيبك منها، عايزه رايي؟ قولي رايك. مدحت عمره ما هيسمح لاي حد يتكلم عليكي كلمه طيبك. اشمعنى؟ عشان هو ما عندوش استعداد لده، وبعدين هو شايفك بعين غير عيون كل الناس. والنبي تلهي شويه حنان واسكتي. وحياتك عندي هو ده اللي حصل. بعدين هو انا عمري قلت لك على حاجه وطلعت غلط؟ لا، كل حاجه بتقوليها لي صح، بس اسكتي دلوقتي بالذات، انا متضايقه. طيب قولي لي، احمد كان بيعمل ايه هنا النهارده؟ احمد عادي يعني، ما كانش في حاجه مهمه، كان بيكلمني في حاجات عاديه يعني عائليه، حاجات عن البيت. طيب ماشي، بس عموما انا مش مصدقاكي. صباح الخير. انا ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. مالك يا بنت بتتميصي كده ليه؟ ما تخشاني كده شويه. العيله كلها هنا النهارده، حاجه غريبه. البت دي دمها تقيل قوي. معلش حقك عليا. ها عايزه ايه؟ ها اللي قلت لك عليه؟ اللي هو ايه بقى؟ قلت لك الفلوس هتدفع مبلغ كبير قوي، وانت اكيد مش هتقدر تدفع المبلغ ده يا منى، صح؟ ادفع ازاي يعني؟ يعني تبقي انت شغاله هنا والسكرتيره الخاصه بتاعت صاحب الشركه ولا معوز بضاعه ادفع المبلغ ده كله؟ ليه؟ مالكيش خاطر عنده؟ لا حبيبتي البيزنس ما فيهوش خواطر وانت عارفه.
طب ايه؟ ملهاش حل؟ لا ملهاش حل. طب والعمل؟ معرفش يا منى اتصرفي، انا مالي؟ شرفتي وانستي. ميرسي قوي. باي باي. باي. استاذ مدحت صح؟ مظبوط. انا منى اخت مروه. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كنت عايزه بس حضرتك في موضوع كده. طبعا. منى حبيبتي ما ينفعش ندخل استاذ مدحت في مشاكلنا العائليه والشخصيه. انا مش عايزاه عشان مشاكل عائليه. لا عائليه وشخصيه منى. معلش يا مروه معلش، انا عايز اعرف منى عايزه ايه. اتفضلي. ميرسي قوي. تحت امرك. انا اسفه يعني لو هاخد من وقت حضرتك وعطلك. لا 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 خالص. قولي لي، عايزه تشتغلي هنا في الشركه؟ لا عايزه اشتغل مع الشركه. لا مش فاهم. يعني عايزه اخد بضاعه من الشركه واوزعها. طب والله هايل. والمطلوب؟ تستنى عليا استاذ لؤي. لما اتكلمنا معاه يعني الصراحه الكلام كان صعب قوي. انا يعني حالتي الماديه ما تسمحش بالكلام اللي هو قال عليه. وبعدين مروه مش عايزه اتكلم حضرتك عشان ما تحطش نفسها في موقف صعب. يعني هي في الاول وفي الاخر موظفه، وانا عارفه ومتاكده ان الكلام ده يعني مش هيرجع عليها باي شكل سلبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بالراحه عليا بس عشان افهم. افهم حضرتك. انا عايزه اخد شغل. انا بشتغل في السوق من زمان قوي وعندي زبائن خاصه بيا، ولو معايا ماركه معروفه ممكن اكبر المجال بتاعي ده والف المحافظات كمان. برافو يا منى برافو. وبعدين يعني اخد عينات من حضرتك واعرضها انا في السوق. بس احنا عندنا منافذنا وعملائنا في كل حته. بس العملاء بتوعي يعني حضرتك مش هتعرف توصل لهم غير عن طريقي انا. مش فاهم دي كمان، اشرحي لي. انا فاهم حضرتك، انا بلف في الشوارع، يعني اعرف ذوق الست وذوق البنت، بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ واعرف ابيع لهم ازاي واقنعهم كمان ازاي. حضرتك انا بلف على القهاوي وعلى البيوت وعلى المصالح الحكوميه وعلى الموظفه اللي قاعده على المكتب، وعارفه ميزانيتها وعارفه كمان اخد منها ايه. طب والله فكره هايله. طب بص اشرحي لي اكتر، عشان لو عجبتني الفكره دي انا هنفذ لك كل اللي انت بتقولي عليه. طيب هفهم حضرتك تاني. حضرتك زبونتك هاي كلاس، لما تنزل من عربيتها هي عارفه بالظبط هي رايحه فين، بتدخل المحل وهي مغمضه كده يقولوا لها ادفعي بتدفع، يعني غير البنت اللي في الجامعه، غير الست العاديه اللي بتاخد 600 700 جنيه في الشهر، لا يمكن اصلا تفكر تدخل المحل ده، هتخاف. بس احنا عندنا منتجات مش غاليه قوي كده. بس حضرتك برضو بتعملوا اعلانات يعني فيها بذخ كتير قوي في التلفزيون، وبعدين ديكورات المحل لو اي واحده دخلت قلبها يقع في رجليها. طب والله كلامك عجبني يا منى. كملي. انا بقى هخلي كل الناس اللي في الشارع يلبسوا من عند حضرتك. ما هو ده برضو مش كويس. احنا بنشتغل على فئه معينه، يعني لو حس ان المنتج بتاعه بقى شعبي ممكن يقع منا. ما هو حضرتك المنتج ده مش اللي هينزل في الشارع ولا للناس العاديه. مش فاهم دي كمان. احنا هنقول ان احنا بنعمل خط انتاج تاني يعني بفلوس اقل، ونسميه اسم تاني خالص كده. بقى الزبون الهاي كلاس بتاع حضرتك هيحافظ على التميز بتاعه، والزبون العادي يقدر يلبس الماركه اللي كان بيحلم بيها. وانا موافق. وانا حسد. بس احنا ما بناخدش مرتجع ولا حته. خلاص، وانا عشان خاطر مروه يا ستي انا هنفذ لك كل اللي انت عايزاه.